مشاهدون قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من منطقة الرحمة. شوفوا واحد الإقبال كبير بزاف هذه المدارة هذه على الحنايات، البنيات الصغار رفقة الأولياء الأمور ديالهم جاوا لهنايا باش يحنيو ليهم على قبل عيد الفطر. شوفوا شحال ديال الناس كاينين هنا، شوفوا الصف طويل بزاف على قبل الحنايات. الله يسهل عليهم والله يوقف معاهم يا رب. بمناسبة العيد فالصف راه طويل، الزحام كل شيء جاي باش يحني البنيتات ديالو على قبل عيد الفطر. فاحنا كنتواجدوا في الرحمة، هذه المدارة ديال الخمسين، إقبال كبير بزاف. على الحنايات نساء دايرين كراسة وشارين الحنة وكيحنيو البنيتات اللي كيجيو عندهم أثمنة جد مناسبة. هنا منطقة الرحمة الرون بوان ديال الخمسين، إقبال كبير بزاف على قبل الحنايات على قبل الحناء، كل شيء جاي باش يحني البنيتات ديالهم، كل شيء فرحان. هاد الشيء غتلقاو غير في الاحياء الشعبيه وفي مدينه الدار البيضاء، ما غتلقاوش شي بلاصه اخرى، ما غتلقاوش هاد الاجواء بحال هكا في شي بلاصه اخرى في العالم. الو زيدي 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 وي مصطفى، راني لايف. لا انت حدا لامورغ، واش وصلتي لامورغ؟ سول على المركز ديال الطب الشرعي. راه في الطريق نيت، راه غتلقى حد قبل من المقبره. هو لا فوته فوته، بقى غادي نيشان، سير نيشان، دخل للرحمه. اش من جامع؟ الله ما عرفتش فين. شوف سول اي واحد قول لي عافاك المركز ديال الطب الشرعي غينعتو لك. راه في البديه هو ديال حيض الروضه. نشوفوا مشاهدينا الاجواء كيفاش دايره هنا في المنطقه ديال الرحمه، الاقبال كبير بزاف، إقبال كبير بزاف مشاهدين على الحنايات. الحنة غادي تكون طلعت في الثمن هاد الأيام هادي. نشوف شوف معايا مشاهدين، شوفوا الإقبال كبير بزاف، الله يسهل عليهم الله يرزق الجميع. هذه الرحمة، المدارة ديال الخمسين، داكشي كامل اللي كتشوفوا تما كل شيء جاي يحني، كل شيء جاي يدير الحنة. هاد الاجواء زوينه بزاف كنشوفوها ديما قبل عيد الفطر، لما كنشوفوا هاد الاجواء بحال هكا